يا مالك؟ الحمد لله على السلامة. ده بيتك. كل اللي انا حابه يعني في الموضوع ان احنا الثلاثة رجعنا لبعض تاني. انا سندس بت من الاخر، واللي هيشترك في الموقع بتاعي هيشوف كله على كل. انا عايزاك بكرة تجيلي الساعة 10 الصبح. الكلام اللي انت بتقوليه ده مستحيل يبقى حقيقي. يعني ايه؟ دي مش اختها. خالت ولادك تبقى رقاصة؟ اه بس رقاصة محترمة. مفتاح حياة راغب. والمفروض بقى المفتاح ده اللي هو ريان. انت فعلا عايز تتجوزني انا بالذات؟ لا، ولا انت عايزة تتجوزيني انا بالذات. انتوا مناسبين لبعض جدا، ده انتوا متربيين مع بعض، الباب في الباب. انت في المرسم؟ ده قفل لي كل الحسابات اللي فتحها لي، حتى الحساب اللي كان بينزل عليه المرتب. عامة هو كده مش هيرتاح غير لما نسيب بعض. هلا انا لما بعرض جسمي بعرضه لانه انا بحبه لجسمي. لا ولا حاجة، عندي بروفة بس. ستة كويسة أوي. شكرا يا دكتور، مع السلامة. ممكن ندخل؟ هات اللي عندك وامشي بسرعة. أنس، ابني بقى مرتي. أنس ابني يا ندى، أنا متأكد إنه ابني. أنا برضو بسألك، هي فين الأمارة؟ تاريخ ميلاده. أنس اتولد بعد ما أنا سافرت بست شهور تقريبا. لا مش تقريبا، دول ست شهور بالظبط. برضه فين القمرة؟ عاوزة تعرفي فين القمرة؟ سنه، شكله، تصرفاته، روحه، حتى الوحمة اللي في ايده الشمال زي اللي عندي بالظبط. ولا نسيتيها؟ كل حاجة بتقول انه انا، كل حاجة بتقول ان انا ازاي يبقى ابني انا. وانتي عارفة كده كويس ومتأكدة كمان، بس مش عاوزة تقولي. صح؟ لا يا راجل، اصل انا ابويا علمني ان الابوه دي حاجه تانية خالص. الاب اللي بيربي مش اللي بيخلف ويرمي. بس انا ما رميتش، لاني اصلا ما كنتش اعرف.
بس انتي برضو عندك حق. انتي اصلك ما تعرفيش انا حسيت بايه اول مرة شفته. انا شايفكم مع بعض انتوا بتضحكوا، انتوا بتذاكروا، انتوا بتهزروا. كنت مستعد ادفع عمري كله بس اعيش معاكم اللحظه دي. وانت حضرتك شفتينا فين؟ مش مهم، مش مهم، المهم ان انا رجعت دلوقتي، رجعت ومستعد اصلح كل حاجه. مش لازم الدنيا تفضل خربانه زي ما هي، صدقيني صدقيني كل حاجه ممكن تتصلح. بعد ايه؟ تخيل معايا المشهد ده، قولي هتصلح في ايه؟ اب عشان تثبت نسب لي في بطنها؟ بس انا ما كنتش اعرف. انت ما قلتليش يا ندى. جايز كان كل ده ممكن يتغير لو كنت قلتيلي. كان ممكن فضلت جنبك وجنبه. بس انتي ما قلتليش يا ندى. ما كنتش عايزه اشيلك هم. تشيليني؟ تشيليني ايه؟ ده ابني. كنت بحبك يا ادم. كنتي؟ كنت عشان كنت عبيطة. كنت عبيطة أوي يا ادم. كنت هتخلص من لوحدي عشان محطكش قدام المدفع. ولا انت نسي حالك ايام يا لا؟ مش ناسي، مش ناسي، عمري ما نسيت ولا هنسى. بس حتى لو كنت متدمر نفسيا، حتى لو ما كنتش طايق نفسي ولا طايق حد من اللي حواليا، حتى لو كنت حاسس بالفشل في بلدي، برضو كل ده كان ممكن يتغير لو كنت قلتي لي. انا لو كنت قلتي لي ليه يا ندى؟ ليه حرمتيني من اني اشوف ابني وهو بيتولد قصاد عيني؟ ليه حرمتيني اني اشوفه وهو بيكبر بيتكلم؟ ليه حرمتيني من الاحساس ده؟ ليه يا ندى؟ ليه؟ ليه؟ ومين ده يا ماما؟ جدو فين؟ في الأوضة؟ حط شوية ملح. ديدو جعان؟
ديدو إكسا تعال. انت عارف ان بابي بيحبنا صح؟ ردي يا ياسمين، ردي 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 ردي. ما فهمت شو لينكس الصور اللي بعتلي اياهم هدول؟ دي صور اختك دارين، يعني بصراحة اعلان انا ما كنتش متخيلها بالكارثة دي. ايه ونحن ليه مقاطعينها يعني؟ انت اصلا شو ذكرك فيها هلا؟ لا مفيش، ده انا بالصدفة بفتح اليوتيوب بتفرج على حلقة بتاعت حلا اخت يوسف صاحبي، هي مذيعة فكانت عاملة حوار مع اختك، فبفتح لقيتها بتتكلم بقى الصور والكوارث دي كلها. مالك لهيك صوتك؟ حكيت مع امك بشي؟ لا يا حبيبتي انا تمام، مفيش اي حاجة خالص، ما تقلقيش كله هيبقى تمام. بس بصي انا يعني هقعد مع ادم شوية عشان لسه جايلي وهرجع اكلمك تاني. ماشي حبيبتي، باي باي. ايه في حاجة؟ يوسف. ايوه يا ادم، مالك عندك؟ اه يعني انتوا الاتنين مع بعض مش كده؟ اه مع بعض. مال صوتك يا يوسف؟ ولا حاجه، بحكي لك بعدين. المهم ان مالك ما ينزلش من البيت لغايه ما اجيلك. مش نازل اصلا، انا جيت له عشان هو مش قادر ينزل، مدربك كده و موده مش حلو. هو لسه شاف دربكه فيها يا يوسف؟ ما تفهمني، مفيش حاجه يا اخي، هبحكي لك لما اجيلك. خلاص بقى. طيب ماشي، أنا مستنينك. سلام. سلام. ماله يوسف؟ الو ياسمين، انت سامعاني مش كده؟ ياسمين عشان خاطري، عشان خاطري ردي عليا. ياسمين والله العظيم ده كان مقلب، وحياة ديدو كانت اول واخر مره تحصل. طب عشان خاطر اي حاجه حلوه بينا يا ستي ردي عليا. الو ياسمين، ياسمين ردي عليا ياسمين. يعني الفيديو ده وصل لها قبل ما يوصل لك؟ بعت لها من تليفوني. مش فاهم برضه يا يوسف. بقول لك اتبعت لها من تليفوني. حد عمل لوج على التليفون بتاعي، انا يتعمل لي لوج على التليفون بتاعي ويتبعت لمراتي فيديو زي ده؟ اهو اللوج ده كارثه تانية لوحده. ما هو ده بقى اللي هيشلني. اللوج ده كارثه، واللي انت عملته ده يخرب البيت. يا ابني هو انا اللي بعت لها الفيديو؟ لا يا حبيبي ما بعتوش، بس صورتني من غير ما تقول لي، ما كنتش اعرف. عشان الفيديو ده يضيع واحد حيوان ينزله على النت في كل السايتات الوسخه، عشان واحد تالت عايز يعلم عليا يقوم عامل لوج على التليفون بتاعي ويبعت الفيديو ده لمراتي. يا جماعه يا جماعه والله العظيم انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. انا حرقت الشرايط قبل ما اسافر الامارات، كنت ببيع بيتي وما كانش ينفع اسيب الشرايط عند امي، وعمري ما فكرت ان انا اعمل ديجيتايز على الكمبيوتر. في ايه يا ادم؟
انت واحد وسخ وطول عمرك بتعمل كل حاجه وسخه وانت عايز تخرب لي بيتي. امسك البغل ده يا ادم عشان لو فلت هتبقى كارثه. اهدى يا يوسف، ممكن نهدى شويه؟ الهبل اللي انتوا بتعملوه ده مش وقته دلوقتي خالص. الفيديو اونلاين وكل الناس قاعده بتتفرج عليه دلوقتي، وبعدين لازم نشوف حل في تليفونك ده. يا جماعه احنا مش عارفين الموضوع ده جاي من مين ولا مقصود بيه ايه. اهدوا شويه. بقول لكم ايه، احنا الثلاثه مش هننام لما نعرف الموضوع ده اصله ايه وننسف امه. الفيديو ده لازم يتشال من كل السيطات اللي على النت، انتوا فاهمين؟ حد يعمل كده في صاحبه؟ ده بيخليني ساكت. خلاص تعبت، مش لاقي اي طريقة. ابن الكلب اللي منزل الفيديو عامل عليه سيكيورتي جامد قوي. هو برضه الابن كلب؟ بقى انت تعمل عملتك دي في الاخر تقول لي مش عارف اعمل حاجة؟ بقول لك ايه؟ انا سايبك عمال تزيط وتبرطم في الكلام، في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ دي حاجة من 15 سنة كنا عيال صغيرة يعني، في ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. بعت ايميلات لكل الويب سايتس اللي نزلوا الفيديو ده، مفيش حد فيهم بيرد عليا. هم اكيد بيحموا هويه المشتركين بتوعهم زي اللي بيحصل في بنوك سويسرا بالظبط. طب وبعدين؟ انا حياتي بتتدمر وبيتي بيتخرب وهخسرك فيها يا مالك. متقلقوش، أنا هلاقي الحل. خرب بيت أم غموضك، ليه يا ابني بتعمل فينا كده؟ بقى لنا 4 ساعات مسحولين قدامك وشايفنا مطحونين ومش عارفين نطلع أي حاجة، وفي الآخر تقول لقيت الحل، ما تتصرف يا آدم. أنا ما قلتش لقيت الحل، أنا قلت هلاقي الحل. سيبوا الموضوع ده عليا. اهدوا بقى. Thank you.
اعملك نسكافيه؟ هات لي مي. اتفضل يا حبيبتي. ياسمين انتي كويسة؟ ياسمين مفيش حد في الدنيا دي كلها ما عندوش حاجة في حياته بيكرهها، مش طايقها ومش عايز يفتكرها خالص، خاصة يعني لما يكون متجوز واحدة زيك. لو كان يعني اللي انت شفتيه ده عادي بالنسبة لي، يعني انا ما كنتش اصلا. ممكن تسكت؟ حاضر. صورة وانا صغيرة برضو قبل ما اعرفك برضو، حلوة؟ فرقت معاك في الوجه عشان قديمة؟ انا مش قادرة اسوق النهاردة، هروح الشغل بتاكسي، بوصل ديدو. أنا فضلت طول السنين دي بهرب وبخبي وبداري، عمري ما حطيت صورة لأنس على الفيسبوك. خلينا في المهم، أنا شايف كل اللي حصل. ما خدتش بالي، لكن نايم وفجأة لقيته في ظهري بيسألني ده مين يا ماما. وأنت قلتي له إيه؟ بروفا. يلا بروفا يا جماعة. نحكي بعدين. أوكي. يلا بروفا. جهزت نفسك لمشوار النهارده يا مالك؟ لا معلش يا ادم، هنأجلها بس يوم ولا اتنين كده. ليه؟ نأجلها ليه؟
عشان الفيديو؟ شكرا يا معلم. انا من امبارح وانا مش طايق نفسي، مش مصدق. انا الاول مره بندم على حاجه في حياتي بالشكل ده. احساس زباله يا اخي. عارف بس يا عم ده كان شغل حيال ايام الجامعه يعني. بعدين يعني هو انت كنت قاصد يعني ان كل ده يحصل؟ ما انا هتجنن. انا حرقت الشريط ده بنفسي، انا متاكد يا ادم. عارف عارف انك متاكد انك مسحته، بس الواقع دلوقتي بيقول ان الفيديو اونلاين. بقول لك ايه، مش جايز تكون فصلت الشريط ده عن بقيه الشرايط مثلا، ميزته بحاجه معينه على اساس يعني انه في كل الشغل الهبل بتاعك بتاع الجامعه؟ وانا تلميذ يا ادم، الشريط متعلم بستيكر وانا كاتب عليه كود بنفسي. الحاجات دي ما فيهاش هزار يا معلم، حتى لو في اي كلام. انا اللي مضايقني بجد مراته، زمانها بتموت، اصلك ما تعرفهاش. وسواس قهري. لا عارفها، عارفها كويس قوي. واخرتها ايه؟ الفيديو موجود على كل سايتات البورنو يا معلم. مالك ممكن ما تقلقش، انا اتفقت مع يوسف انه يجي لنا النهارده بالليل عشان نكمل اللي احنا بدأناه امبارح. بعدين اهم حاجه يا اخي ان احنا على الاقل امننا تليفونه، صح؟ ركز انت بس في المشوار اللي انت رايحه، اهم حاجه ترجع لنا بنتيجه، ما ينفعش ترجع ابيض. انا مش ده اللي قلقني يا ادم، انا بس مش عايز اتعامل مع ناس لاول مره وانا مشدود بالشكل ده. مفيش حاجه ممكن تخليك تتشد، صدقني. ركز انت في مشوارك وبس، واذا كان على موضوع الفيديو ما تقلقش، انا هخلصه. قول يا رب يا ادم، قول يا رب. بقول لك هخلصه.